ولهذا خليل السوء وصديق السوء ورفيق السوء هذا مصيبة على صاحبه وبلوى، وسيندم المرء يوم القيامة ندامة شديدة على مرافقة هؤلاء الخلطاء، خلطاء السوء ورفقاء السوء. وكان قديما خليط السوء رفيق ترى شخصه أمامك بذاته يماشيك ويحدثك ويستجرك لما عنده، بينما استجد في زماننا في هذا أمر لم يكن موجود في تاريخ البشرية فيما سبق من تاريخ البشرية، وهو مصاحبة الأجهزة الحديثة، هذه الصحبة التي لم تكن موجودة في زمان سابق. وكم سيندم أقوام يوم القيامة على صحبتهم لهذه الأجهزة ورفقتهم لهذه الأجهزة، أعني من لم يوفق لاستعمال هذه الأجهزة في الخير والفائدة وأخذ يدخل من خلالها على مواقع الشر والفساد والسوء والقبح والشهوات المحرمة والفواحش إلى غير ذلك، وفيها أودية ومتاهات مهلكة جدا هلك بها أقوام وأقوام من الناس، من ألحد منهم، من انحرف في عقيدته في سلوكه في خلقه في تعامله بسبب هذه الرفقة للصحبة لهذا الجهاز، وإدمان النظر والسماع إلى ما فيه من شر وفساد. أما من وفقه الله سبحانه وتعالى استعمالها في الخير فهذه من نعمة الله عليه، من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن يسلم له بصره وسمعه وفكره من أن يعلق به شيء من اللوث والسوء والشر الذي في هذه الأجهزة التي تشتمل على كثير من الشر. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله لا إله إلا هو أن يعافينا وإياكم وذرياتنا من ما في هذه الأجهزة من شر وفساد، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أرجع مرة أخرى لما في القلوب من ألم من هذه الأجهزة، كم سيقول هذه الكلمة لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كم تفوت هذه الأجهزة من صلوات من طاعات من فرائض من واجبات من حقوق عظيمة، كم أهلكت أناس وأضلتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وشغلتهم في متع محرمة ولهو باطل وتعلقات زائفة أضرت بالناس مضرة عظيمة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا من وراء ذلك كله، الشيطان أعادنا الله وذرياتنا منه، فإنه يدفع الناس دفعا، ووجد في هذه الأجهزة بغية عظيمة له، وكم صد من خلالها خلق وخلق عن دين الله وصرفهم عن دينه سبحانه وتعالى. قال فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة، سيقول يوم القيامة يا ليتني متندما. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل، انظر هذه اللطيفة من القيم، لم يعين هذا الخليل، ما سمى شخصا، قال فلان فلان، هذه مثل ما يقول ابن القيم كنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء، لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان يتبعهم،
لما كان المتبعون أنواع كثيرة ومسالكهم متنوعة، كنا عنهم بفلان، ويدخل في فلان ماذا؟ أكملوا الأجهزة خاصة أبواب الشر التي فيها، هذه تدخل تحت فلان وفلنتان وما فيها من الشر والضياع، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.